كنتم على بركة الله أعضاء اللجان الميدانيين والمهتمين بالمتابعة والتنظيم والانطلاق في هذه اللحظات. أعلنوا عن دفعة جديدة، شوط آخر يتجدد بين الحين والآخر، شوط 19 يحمل عنوان الجعدان العام لأبناء القبائل، ينطلق بإثارة وبعزم وبإصرار، انتشار قوي ومشاركة قوية من أبناء الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المحفل التراثي الكبير وفي هذا العرس الكبير. نحن نرحب بضيوفنا الكرام من كل الميادين، ونرحب أيضا بأبناء دول مجلس التعاون الخليجي للانضمام في هذا المحفل وفي هذا التحدي في هذه الرياضة العربية الأصيلة. نتحرك مع هذا الشوط ونقترب من المقدمة لنتابع صدارة هذا الشوط ونعلن عن نشوان أو مخلص على المقدمة. سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي من يقود الجعدان في أول المراكز، المركز الثاني يأتينا شاهين خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي في ثاني المراكز، يتابع أيضا ويركز على الناموس المركز الثالث ظبيان سعيد بن صغير بن قنون الاجتبي في ثالث المراكز، المركز الرابع أرم لبي سعيد بن محمد بن ركاض العامري في رابع المراكز، والمركز الخامس الذيب عبد الله بن سعيد بن محمد العامري. إذا قلنا سادس المراكز أرى اللي في المركز السادس، فهنا أيضا تواجد قوي من قبل المركز السابع. الأفتار الأخيرة ماذا تعني لبن رشيد؟ ماذا تعني لبن حلوة؟ ماذا تعني لبن بدر؟ ولكن العوير العوير مع شاهين خليفة بن سلطان بن رشيد هو من ينهي هذا الشوط لصالحه. تهانينا والناموس المركز الثاني خالد بن المر بن حلوة، المركز الثالث الوصول من شاهين خميس بن مصبح بن بدر العليلي، المركز الرابع فهناك أيضا ظبيان سعيد بن صغير بن قنون الاجتبي، والمركز الخامس المركز الخامس الذيب عبد الله بن سعيد بن محمد العامري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تهانينا والناموس لراعي شاهين الذي استطاع أنه يأخذ نصيب أيضا من هذا المهرجان السنوي الكبير، هو يهدي أيضا لمحبينا ومتابعينا بتوقيت زمني مقداره بالتأكيد 6 دقائق. نحن ننتظر من مخرجنا التوقيت الذي تحقق مع شاهين لمسافة 6 دقائق و4 ثواني و2 جزء من الثانية. تهانينا والناموس الخليفة بن سلطان بن رشيد الاجتبي. يتجدد اللقاء بحضراتكم مشاهدينا متابعينا الكرام، والتحية في تتجدد مع أشواطنا المستمرة في صباح هذا اليوم، أول أيام هذه الانطلاقات وهذا الختام هذا المهرجان هنا في الوثبة في عاصمة الميادين بسن الحقائق. مشاهدينا محبي عشاق الأصالة تتواصل أشواطنا، الشوط 20 الذي ينطلق في أشواط صباحي هذا اليوم يحمل الكثير والكثير من الشعارات والأسماء الجميلة مع الحقائق البكار. انطلق الشوط